صباحك هند. يسعد صباحكم. أهلا أهلا. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. طبعا البشرة النظيفة والخالية من الشوائب طبعا أمر بنرغب فيه نحن جميعا، وياريت لو يكون كل يوم. عشان كذا بشرتنا بتحتاج عناية وتنظيف عميق في أغلب الوقت لحتى تحافظ أو تستعيد نضارتها وشبابها كمان. اليوم رح نتعرف على فائدة تنظيف البشرة بالليزر. يسعد صباحك سميرة. طبعا نحن كلنا تقريبا يا إما بنشتغل من البيت أو جالسين من البيت، فعندنا شوية وقت أنه نحن نعتني ببشرتنا، وحابين نعرف شو الأشياء الدارجة واللي مفيدة للبشرة. خبرينا بداية، إمتى البشرة بتحتاج إلى تنظيف عميق؟ طبعا بتحتاج التنظيف عميق لما بتكون مبينة في بطور سوداء أو بيضاء، أو مثلا بنحس إنه في شوائب على البشرة، في خشونة على البشرة، بنطلع بالمراية بنحس إنه البشرة فقد رونقتها، أو إنها يعني البشرة بطريقة أو أخرى يعني تعبانة، أو مثلا تعبانة بتحس إنه في تعب بالخصوص حوالي العينين أو البطور هاي اللي باينة واضحة يعني بتكون. طيب شو هو الروتين اللي ممكن أي سيدة ممكن تتبعه بشكل يومي لحتى مثلا تتخلص من هذه الشوائب، أو أيضا ممكن ترجع البشرة أكثر شباب أكثر جمال أكثر يعني هيك رونة؟ طبعا شو اول قبل ما نرجع لاي روتين انه نتبعه، لازم نشوف نوعيه البشره، لانه كل واحد وبشرته كيف، بالخصوص مثلا البشره الدهنيه. فالبشره الدهنيه دائما لازم مستحضرات اللي هي بتخلي البشره انه تتخلص من الزوائد ومن الافرازات الدهنيه، بتكون مثلا فيها ساسيليك اسيد او جلايكوليك اسيد مثلا، عكس البشره الجافه. البشره الجافه لازم تكون خاليه من الاشياء هاي. فاذا تبعوا الاشياء اللي هي مثل كلينزر تونر مرطب واقي من الشمس يمشوا عليه تقريبا يوميا بيتجنبوا كثير من مشاكل. انا امبارح عرفت معلومه كثير حلوه، بس هلا حصير انا الخبيره مش انت، انه المي مع البرتقال ومع الحامض مثل التونيك لمده 10 ايام. فامبارح كثير انبسطت انه في شيء ممكن اسويه كمان بالبيت. وعلى فكره داخليا وخارجيا، لانه هذه الفيتامينات اي وفيتامين اي واي وسي ودي هذو كلهم مفيدين لانه مضادات اكسده، فبيساعدوا البشره حتى تكون تحس برونقه اكثر وبالانتعاش، وكمان بيحافظوا على. طيب اليوم نحن حابين نحكي عن تنظيف البشرة بالليزر بالتحديد. أنا حابة أن نروح نشوف كليب بسيط ونرجع لحتى نحكي بالتفصيل. طبعا هذا التريتمنت اللي حنجربه اليوم اللي هو تنظيف البشرة بالليزر، أنا جربته على نفسي، عشان كده حبيت أنه نتشارك شو هي فوائده اليوم. خبرينا سميرة، مين بيناسب هذا النوع من التريتمنت؟ طبعا هذا النوع بيناسب طبعا هاي دينا، أنا كتير ما مركزة مع التريتمنت هلا ركزت معك. يسعد صباحك. طبعا هذا النوع بيناسب كل أنواع البشرة، حتى الناس اللي ما عندهم مشاكل في البشرة، فكتير كويس لأنه بيحفز الكولاجين الإلاستين حتى يضلوا يعني محافظين على رونقة البشرة وبيحاربوا شيخوخة البشرة، فالجميع أنواع البشرة. فطبعا هذا رح نعمل لها مثلا تريتمنت، هذا بنحسبه ميني ليزر، فبيخلصنا من عندها هي مثل النمش، طبعا التصبغات النمش لتوحيد اللون، الناس اللي عندهم هالات سوداء. الجميع جميع أنواع رجال سيدات البشرة. رجال نساء، حتى الصغار اللي هما أنا دائما بفضل بعد 15 بعد 15 سنة المفروض اللي بيكون عندهم مثلا مشاكل مثل حب الشباب، أولياء الأمور لازم كتير ينتبهوا على الشغلة هاي. إذا ابتدوا مع أولادهم بفترة مبكرة ما بيوصلوا المرحلة إنه يكون عندهم مشاكل بالبشرة. جميل. طب ورجينا شو راح نعمل لدينا. فطبعا هي التقنية كتير سهلة، مش محطوط على بشرة دينا أي شيء صح؟ لا لا لا، بس حطينا بنج عشان ما يحسوا أبدا بشيء. بس أنا ليش عملت لي بلا بنج؟ أنا عملته على الواقع. أوكي أوكي طيب. على فكرة أنا بتذكر إنه التريتمنت كتير قوي، فبده صبر يعني بده تحمل. أنا عملت لك علاج نوع تاني، هذا كمان
يعني كل العلاجات بتكمل بعض، دائما الكومبينيشن بيعطي نتيجه كثير كويسه. طيب طيب خبرينا. نعم نعم بس خبريني كيف بيصير، بيروح على المسام على الجلد؟ التريتمنت مثل هذا النوع، الناس اللي ما بتحب انه تاخذ عطله مثلا بالبيت وتضلها جلسه بالبيت او شيء بيروحوا لشغلهم عادي، بس في انواع لا بياخذوا لازم ياخذوا اجازه لانه بيكون كثير عميق. وانا دائما بفضل انه اذا مشكل عميق بالبشره يروحوا تدريجي، اذا مشكل مش كثير عميق يروحوا، يعني حتى لو راحوا جلسه قويه ما بتتاثر كثير البشره. نحن بس نعمل يعني شيء ظاهري لانه نعرف انه الليزر بيحتاج نظارات، بيحتاج غرفه معينه. فانا كمان حابه اعرف كم جلسه بيحتاج البشره لحتى فعلا تكون النتائج مثل ما انا بتمنى. شوفي هو بيعتمد على حسب نوع المشكل، بس طبعا في نوع علاجات انا بعملها من اول جلسه بيحس الواحد بالفرق، بالخصوص بعد اسبوع في جلسه انا مسميها ليزر فيشل، بدل ما الناس بتيجي تعالج بس مشكل معين بشتغل انا جميع المشاكل، مثلا الكلف، يعني التصبغات، النمش، الخطوط الرفيعه، التوحيد اللون، الكل كل انواع المشاكل البشره.